خلينا نبدأ مع حضراتكم أول أخبارنا والحديث عن التنمية المستدامة والتي تقوم بها الدولة المصرية دائما وعلى قدم وساق. بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة الخاص بالتعاون من أجل التنمية المستدامة لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2027. رئيس الوزراء أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي نفذته مصر بدعم من شركاء التنمية، إلى جانب تبني الدولة إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري في ظل اضطراب عالمي مستمر، واعتبر أن الصدمات الحالية اللي بيتعرض لها الاقتصاد العالمي غير مسبوقة. للمزيد من التفاصيل بينضم لينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. يا اهلا وسهلا، صباح الخير، اهلا بحضرتك. الحقيقه هذا الحديث بيتحدث عن او هذا الخبر بيتحدث عن تبني الدوله المصريه اعفاءات ضريبيه لذوي الدخل المنخفض والحديث عن الشركات العالميه. حدثني عن هذا الخبر لو سمحت. خلينا نقول ان مصر كان لها يمكن نهج في الثمان سنين اللي فاتت، هي نهج الثمان سنين الماضيه هو نهج اصلاحي ونهج بنقول لتغيير شكل وهيكل الاقتصاد المصري، وكان من ضمن التغييرات اللي حدثت النهارده مراعاه يعني المواطن الاقل دخلا، يعني شملته الدوله بالعديد من الحزم الحمائيه، منها طبعا المظله اللي بنقول الاعفاءات الضريبيه اللي طالت الجزء كبير منها من خلال زياده حافز الدعم العائلي وزياده الاعباء الضريبيه اللي بتخصم من الوعاء الضريبي لخروج هذه الفئه من خارج الوعاء الضريبي. ده النهارده لما بنتكلم او نسمي هذه الجزئيه او نقدرها اقتصاديا هي طبعا خروج يعني مليارات الجنيهات اللي كانت بتعاد من ضمن الحصيله الضريبيه، تم خروجها من الحصيله، بس في المقابل او الغرض الاساسي منها هي دعم الفئات الاولى بالرعايه. النهارده هي دعم للمواطن المصري، ويمكن زي ما بنقول دايما هي الدوله استثمرت في البشر زي ما استثمرت في الحجر، لم تغفل البشر، ويمكن هنا النهارده اعطت للمواطن اولويه في ظل الظروف الاقتصاديه عالميه بتزداد صعوبه يوم بعد يوم. النهارده الدوله بتحافظ على المواطن بما لديها من امكانيات، يعني النهارده الامور صعبه على العالم كله، مصر ما زلنا او الحكومه ما زالت النهارده بترسم خطوط حمائيه بزياده الانفاق على الفئات الاولى للرعايه، للنهوض بالخدمات المؤداه من خلال مشروعات قوميه تخدم المواطن البسيط، فكره الاستدامه بصفه عامه في المشروعات او التنميه المستدامه تم مراعاه فيها الجانب الانساني وتم مراعاه فيها الاجيال القادمه فيما يتم انفاقه من نفقات على المشروعات القوميه اللي بتخدم في الاساس المواطن المصري وبالتبعيه بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري. كل هذه الامور خطوات حمائيه وخطوات اقتصاديه ثبتت جدواها في ظل الازمات العالميه. طيب دكتور محمد، يعني في حديث حضرتك دلوقتي تحدثت عن الأزمات العالمية والتضخم العالمي وما تقوم به مصر، طيب كيف سوف يؤثر ذلك توقيع هذه الاتفاقية الهامة جدا بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة والتفكير الاستراتيجي البعيد للدولة المصرية فيما يتعلق بتحسين الاقتصاد المصري بشكل دوري ومستمر؟ خلينا نقول ان مصر يعني نهجها او استراتيجيتها هي التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، ويمكن دوت بيعطي الرؤية أو رسالة طمأنة أو رسالة جذب الاستثمارات لما في الداخل المصري أو الداخل الاقتصادي المصري اللي بيحدث أو التغيرات اللي بتحدث عليه يوم بعد يوم. فكرة الشراكات مع منظمات دولية أعتقد أنها بتيسر فكرة نقل الصورة بشكل جيد، لأن النهاردة التقارير اللي بتصدر بحيادية من قبل هذه المؤسسات، بتصدر يعني بتتشدد أكثر من الحيادية النهاردة تصدر إشادة في حق الاقتصاد المصري، فدي في حد ذاتها خطوة إيجابية جدا كنا محتاجين ليها في الفترة الماضية، والحمد لله يمكن ثبتت جدواها. النهاردة بقى المستثمر الأجنبي بينظر إلى هذه التقييمات إن قبل دخوله الاستثمار أو دخول رؤوس الأموال الأجنبية لأي أي بلد بيكون في اعتباره الأساسي تقييمات هذه المؤسسات الدولية. من جانب آخر طبعا زيادة الشراكات
مع القطاع الخاص في المشروعات التنمويه. يمكن من ضمن الاهداف المنظمات التنمويه الدوليه هي زياده الشراكات مع القطاع الخاص. مصر بالفعل هي وضعت لنفسها رؤيه لزياده مساحه المشاركه مع القطاع الخاص، وضعت نفسها تاهيل القوى البشريه يعني وتدريبها لتجهيزها للتكنولوجيا اللي بتستخدمها مصر بشراكاتها الدوليه. النهارده مصر بقت قبله الاستثمارات الاجنبيه بما لديها من امكانيات تم استحداثها في خلال 8 سنين، والنهارده مصر اصبحت قبله لجذب الاستثمارات. النهارده بنجهز نفسنا وبنجهز قوانا البشريه ان هي تكون جاهزه للتكنولوجيا الجديده من خلال تعليم فني مرتبط بسوق العمل او تاهيل بجامعات تكنولوجيه تكون قادره على التكنولوجيا الحديثه التي يتم استخدامها. كل هذه الامور طبعا بجانب ما بذلته الدوله من جهود يعني بتقول لحمايه للاقتصاد المصري بمبادرات عديده بتكلفات رئاسيه لدعم الانتاج المصري وبالاعتماد على المكون المحلي وتقليل الفجوه في العجز التجاري باعتماد على المنتج المحلي واعتبار المدخل المحلي اساس او بديل للمستورد. ويمكن كمان على الجانب الاخر ان احنا ابتدينا نزود من صادراتنا المصريه اللي لاقت قبول بعد ما وضعنا عليها معايير الجوده الاوروبيه بقت لاقت قبول في الاسواق الخارجيه. حقيقه دكتور محمد البهواش، الحديث عن الاستثمار المصري وتطوير عجله الاستثمار والتفكير خارج الصندوق والتفكير من سنوات بعيده فيما قد يحدث مستقبلا، الحقيقه دور الدوله المصريه في هذا الملف الحقيقه ذكي وواعي وفي تفكير متقدم وسباق، لانه احنا بنشوف شراكات دوليه مع دول مختلفه وليست الدول بعينها التي اعتاد العالم على الشراكات معها. اذا فاحنا نتحدث عن تفكير اقتصادي واعي وايضا تغيير النمط الاقتصادي والاعتماد على الاستثمار البشري، الاعتماد على الشباب، الاعتماد على التكنولوجيا، الاعتماد على النساء ايضا، والاستثمار في المواطن المصري. من هنا يحدث التطور ومن هنا الفكر الاقتصادي الواعي الرشيد. دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.